السلام عليكم اخوان كثير بخير، اتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم زكريا كالعاده. كما تلاحظوا اخوان ان الطبيعه اليوم وتبارك الله امطار الخير اللي هطات ولا هطلات في مدينه المحمديه في المغرب، الله يبارك. هنا النباتات البريه ان شاء الله دابا عم نمدوها للطويرات. انا اللي بغيت نتخاصم مع الاخوان ديالي هو ان احنا يعني كمربيين تنبغوا ديما نستعملوا الوقايه للطويرات خير من العلاج، او ما يسمى بالتطهير الطيور من امراض عديدة، باش من يدخلوا مرحلة الجوزي تدخلوا بواحد القوة وخاليين من الأمراض. أنا بالنسبة للإخوان المسألة اللي بغيت نتقاسم معكم أكثر هي أن العشة نعتمد يعني تنعتمد على النباتات البرية والغذاء الجيد ونمط العيش، لأن لأن النباتات البرية الإخوان في حد ذاتها هي مطهرة للطيور وتتمدهم عدة عناصر غذائية من الأملاح، فيتامينات، بروتينات، مضادات الأكسدة، وكذلك ملي تنقولوا مضادات الأكسدة يعني تتخلي الطويرات خالية من الأمراض، لا جهاز تنفسي لا جهاز المعوي. الحياة الطائر تكون بشكل جيد يعني تنوصلوا لمرحلة التزاوج وما تلقاوش الإشكال ديال النقطة السوداء، وتالطائر تبقى عندنا في صحة جيدة على مدار السنة. كما تلاحظوا الإخوان هذه راه فيدير عليها الفيديو قبل، هذه القرنينة هايير دابا راه بدات تنوض تبارك الله وتجيبها للطويرات. وهذه القرنينة الإخوان من النباتات الشوكية المهمة جدا بالنسبه لحياه الطائر الحصون والطيور عامه، لانها تتحتوي على مواد تساعد الكبد في التنظيف، وتتحتوي على مواد غذائيه ومواد طبيه. يعني ملي تنقولوا مواد طبيه يعني فيها مضادات الاكسده لكبحه الامراض. هذا موضوع خفيف بلا ما نطول الاخوان. دابا هذه الوقيته اللي تبداو نقدموا فيها النباتات البريه، وكما تشوفوا الله يبارك اجواء يعني راه اجواء زوينه ما شاء الله، كانت امطار الخير. دابا راه نجيد دابا ان شاء الله ناخذ ليهم هاد النباتات. وكيفاش تناخذهم؟ تناخذهم بحال وقت نحاول ما نحيدهمش من الجدر ديالهم، اما تنخلي ليهم الجدر ديالهم باش يعاودوا يخلفوا ويتغذوا منهم حيوانات اخرين. هذا هو اللي كاين، تناخذها طريفات مع الكل ما تتشادوا الكوار، وانا نمشي مع الاخرين حتى هما ناخذ منهم. وهذه النبته القرنينه كما قلنا الاخوان راه غنيه بالقيمه الغذائيه ديالها والقيمه يعني خصائص طبيه اللي فيها، تتنظف الكبد، تطرح السموم من الامعاء، مزيان الجهاز التنفسي، عندها عده ارادير على موضوع اللي بغى يستافد اكثر يرجع الموضوع راه يستافد. انا باش نطول على الاخوان وهي ناخذ منها ان شاء الله وندي حتى شويه من هذا الربيع اعتبار ان حنا تنقولوا ليه بحال الكازو، هذا هو ندي منه واحد شويه راه مفيد للطويرات الاخوان. وكما تلاحظوا القطط والكلاب يعني هي تتناولوا منه لانه تساعدهم في عمليه الهضم، غني هذا تسموه غني بالالياف تساعد في عمليه الهضم، تنعطيو حتى للطويرات. وهذا هو اللي كاين بلا ما نطول على الاخوان ديالي، والله يسر الامور. وهذه المنطقه راه نقيه يعني ما فيهاش لا سيارات لا بشر يعني لا كلاب لا، هذا هو اللي كاين. وانتم كما الترابه هي باقا فازقه، الله يبارك يعني علامات ان هطول الامطار ما شاء الله. وبلا ما نطول على الاخوان ديالي ونهاركم مبروك ومسيره موفقه، وغنمشي نجمع لهم واحد شويه والله يسر الامور. ومعكم اخوكم زكريا كالعاده ونهاركم مبروك. السلام عليكم، تبارك الله الاخوان جميعا. وهنا كما تلاحظوا الاخوان بعد انني جيت من الطبيعه وجبتهم الطويرات ها هما حطيتها لهم، راه تيتناولوها بشراها اللهم بارك، تيتناولوها بشراها. وكما قلت الاخوان ديالي ها هما جبتهم ها هما كما تتشاهدوهم. ودابا قدمتهم لهاد الطويرات هادو، وغنمشي نقدمهم حتى للطويرات الاخرين وتنعطيهم حتى للطائر البلبل كما تتشاهدوا ها هو تيتناول منها حتى هو بشراها الله يبارك، لانها مهمه ومفيده. ومن النباتات راه بحال نعطي لهم ورقه ديال الخص، وهي غنيه على ورقه ديال الخص يعني غنيه بالقيمه الغذائيه ديالها. امر عطى الطويرات الاخرين حتى هما الله يبارك ها هو تيتناولها الطائر حتى هو كما تلاحظو تيشد بيديه وبرجليه، عطا لواحد الأنثى تاهي تما راه باقا هادي أنثى من إناث جداد، إناث سوفاج إن شاء الله بغا ندير معاها الدقر. هذا هادي ماشي سوفاج 100%، وإنما عند تقريبا عنده دابا حوالي واحد شهرين حتى ثلاثة أشهر. دابا راه متسيباري على بعضياتهم، متيشوفوش بعضياتهم، لأن كاينة واحد النقطة خصنا نشارو لها إن شاء الله ونتكلمو عليها من قبل من بعد إن شاء الله، هي ان راه كما تلاحظوا هادو مرة ازواج وخدامه بعضياتهم حتى 3 سنوات، ولكن ضروري خاصنا نسيباريو. انا بالنسبه لي ضروري، علاش؟ لان راه ملي تنخلو هاد السيباراسيون ما كاينش مفتوح الذكر
تيكونش فيه واحد التغريد اللي قوي وانتو تبقاش تعيط يعني تيبقاو بحال هنا مثلا يعني فرقوا بيناتهم راه الله يبارك الذكر تيبقى ينادي على الانثى والانثى تنادي عليه ولا تيوصل لمرحله الجوزيه بشكل طبيعي. انا باغي نتصنت ليه، انا باغي نتصنت الطير من تيكون يغرد، هذا الشيء علاش. اما نقدر نوضعهم مع بعضياتهم في قفص واحد ويشوفوا بعضياتهم وعادي تتم عمليه التزاوج وعادي عادي. انا تنبغي نتصنت هذا الطائر تندير له هذه العمليه ديال الحاجز يعني تنقسم عليه ما بين هو وبين الانثى باش يبقى يغرد، حيت لا حيدت عليه هذا ما يغردش بحال يعني كاين هذا الحاجز، لان يعني الطائر تيغرد باش يشد التريطوار ديالو والمكان ديالو وتيغرد باش يجذب الانثى عنده. وانا باش نعطي للطوارات الاخرين السوفاج اللي اللي تقاسمت معكم صيد جديد والمهاجره وخليكم معايا ان شاء الله. وهنا كما تشاهدوا الاخوان او ما عطيت على الطوارات هذو اللي كانوا كما قلنا صيد جديد منهم هذاك الطائر اللي الفوق راه هو تو تيتناول منه القفص الاصفر هذاك قديم الاخوان ماشي جديد هذاك، منه طائر البلبل كذلك هو في قفص اخضر تو تيتناول منه كما تشاهدوا، منهم الكنار طائر الكناري تو تيتناول منه ها هو كما تشاهدوا تيتناولوا منه هو هذا الكنار. ها هو حطيت لهاد طيور صيد جديد مهاجرة هما كما تلاحظوا الله يبارك صحة جيدة ما شاء الله باقيين تسع الحبات كما هو معايا بسم الله ما شاء الله. راه حطيت عليهم تحت حطيت عليهم من حدا الوكالات ديال الماكلة ديال الزواج ديك الحمراء وديك البيضاء وهادو تاهما راه حطيت عليهم هادو غادي متريحش معاهم بزاف بقى فيهم خوف. هادو تاهما حطيت عليهم الله يبارك هذا واحد الذكر ديال الكنار راه واحد الذكر كنار اخر هادي أمته ديال المغني هادي عجباتني وان شاء الله غنخدم معاها باش ندريسيها ان شاء الله. داكشي علاش درتها في قفص صغير ديال العود، انا ما تنخدمش بقفص ديال العود عندي منهم موقف ما تنخدمش بهم كل واحد حر فاش كيفاش يبغي يخدم. هادي ان شاء الله بالي عندها واحد الكاركتر زوين وان شاء الله درتها في هاد القفص الصغير لان باش تثبت فيه ساعه لان القفص الصغير تيساعد باش تثبت تنغطي لها الجوانب ديالها. عاد ما بغيت باش تقاسمها معكم راه تاكل حتى هي دابا الكورنيه اللي حطيتها بها على التليفون تتخاف شويه ولكن ان شاء الله راه تولف على التدريسه وهذا هو اللي كاين الاخوان الله يبارك بسم الله ما شاء الله وبارك الله على الاخوان جميعا ونهاركم مبروك ومسيره موفقه للجميع. كاين شي سؤال شي استفسار مرحبا بك مرحبا اخوكم زكريا. واحد النقطه باش نشير لها الاخوان تكون خفيفه ان شاء الله، انا علاش نعتمد على النباتات البريه والنظام الغذائي يكون جيد لانه هو الاساس في التطهير ديال الطوارئ. الطوارئ كان عندهم واحد النظام غذائي جيد واحد النوع ديال الغذاء اللي تياكلو تيسمى يعني غذاء ودواء ودواء تياكلو الطائر تيتغذى منه العناصر الغذائيه اللي فيه وفي نفس الوقت ياخذ هذوك الخصائص الطبيه اللي فيه. هاي كما تشاهد انت هي طاسه الطاجين هاي بدات تتناول منها او ما يديها طوده بخصها الحيد من خداهم ولا نريح واحد المده حداهم باش يولفون. انا تنبغي نستعمل هاد المواد بشكل طبيعي نمط العيش يكون على الطائر، يعني كاين بعض الاخوان اللي تيبالغوا كثير بزاف تيبقاو بغيتي تطهر الطيور خصك دير ليهم الحلبه دير ليهم الثومه دير ليهم الخرقوم دير ليهم الزعتر، هذا ماشي هو لافاز هذا ماشي هو الاساس في تطهير الطوارئ. الطوارئ خصك عند واحد نمط العيش على مدار السنه جيدا ولا بغينا نقدموا له هذه المسائل ديال الثوم والخرقوم وهذه راه ما فيها باس نقدموها ولكن ما تنديروش هي القاعده باش ان نطهر الطويره. الطائر خصك عنده واحد نمط العيش على مدار السنه ديالو على مدار الحياه ديالو باش يكون طائر عندنا سليم. وهنا ما اللي بغيت نوصل ان يقدر الطائر يتصاب بالامراض ولكن تتكون المناعه ديالو قويه تنقدر نمشيو معاه بشي امور اللي طبيعيه راه تدوز امور مزيانه. اللي بغيت ناكد على الاخوان ما تركزوش على ديك المناقع والادويه لا راه الا كان نمط العيش جيد نظام غذائي جيد نمط العيش جيد راه غيكون طائر صحه جيده على مدار السنه بدون مناقع بدون ادويه بدون بدون بدون. نتمنى من الله تكون الفكره وصلت ومسيره موفقه للجميع. اخوكم زكريا ديما صوره وصوت نقول ما نفعل ونفعل ما نقول.